ثابكم الله وأحسن إليكم. الرسالة الأخرى لهذه الحلقة أتت من المستمع عادل بن أحمد الحطامي من اليمن، له سؤالان. يقول في أولهما: في يوم الجمعة وفي وقت الأذان أرى بعض المصلين يدخلون المسجد والمؤذن يؤذن، يبقون واقفين حتى يفرغ المؤذن من أذانه، ثم يقومون بأداء تحية المسجد، فهل هذا جائز؟ وهل عليهم عند دخولهم إلى المسجد أن يؤدوا تحية المسجد مباشرة حتى وإن كان المؤذن يؤذن، أو السنة ما فعلوه في انتظار المؤذن ثم أداء التحية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. فعل هذا جائز، لكن الأفضل أن يبادروا بأداء الركعتين ولو كان المؤذن يؤذن، من أجل أن يتفرعوا لسماع الخطبة، هذا هو الأفضل. نعم. لو كان في غير خطبة كفريضة من الفرائض الخمسة يختلف الأمر شيء؟ أنت تقول حتى يدركوا سماع الخطبة. نعم، إذا كان أنه غير الجمعة فإن الأفضل أنه ينتظر ويتابع الإمام ويأتي بالذكر الذي بعد فراغ المؤذن ثم يأتي بالنافلة، لأنه لا يفوت عليه شيء، خلاف من دخل والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فإنه يبادر بالصلاة من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم.